إن الزيدية سلم يرتقى من خلاله إلى الرفض، فبوابة الرافضة هي الزيدية، وأصل منشأ الزيدية من زيد بن علي زين العابدين، لم يرد ما ذكره أو ما يفعله هؤلاء، وإنما أراد أن ينشئ مذهبا معتدلا مستقيما في السياسة وفي الحكم، وجاهد في سبيله من أجل أن يظهر العدل. لكن الأتباع الذين تبنوا ما يريده زادوا في هذا، هم لا يرون التقية أو التقية إلا عند الضرورة، يرون أن الأحق بالخلافة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون ويقرون بالخلافة لأبي بكر وعمر وبصحة الخلافة لعثمان، لا يلعنون أبا بكر ولا عمر وإنما يترضون عليهما، يرون أن الاجتهاد موجود، وإذا لم يتوصل الإنسان إلى الاجتهاد فأحق من يقلد هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرون المتعة، لا يرون أن الإمامة تكون بالنص والتعيين وإنما تكون بالتشاور، ولذا يجوز عندهم أن ينصب أميران شريطة أن يكون في قطرين أو في مكانين مختلفين، معتمدهم على الكتاب ثم السنة ثم القياس، ومن بين القياس المصالح المرسلة، ولذا فإنهم يعظمون العقل، فما استحسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، وبالتالي شابه المعتزلة فعندهم خطوة أو لمحة اعتزالية، فإنهم يرون أن مرتكب الكبيرة بين منزلتين، لكنهم لا يقضون عليه بالتخليد في نار جهنم في حكمهم وفي رأيهم، وإنما يقولون يعذب ثم يكون المرد إلى الجنة. من خلال هذا التأثر انتحوا منح المعتزلة في جواز الخروج على الإمام الظالم، ومن ثم فإنهم لا يرون الصلاة خلف الإمام الهاجر، وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، كما أن الذي قبله وهو الخروج على الأئمة الظلمة مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. ولذا عند المعتزلة خمسة أصول، من بين أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون من هذا الأصل الخروج على الأئمة الظلمة. في غالب العبادات يتفقون مع أهل السنة والجماعة، لكنهم يختلفون معهم في قول حي على خير العمل في الأذان، يرون أن صلاة العيد تصح جماعة وفرادى، يرون أن صلاة التراويح جماعة بدعة، يرون إسدال اليدين في الصلاة وليس عندهم وضعها على الصدر، هذا أظهر ما يخالفون فيه إضافة إلى ما سبق ذكره، لا يغالون في أئمتهم كما يصنع الروافض. وبالمناسبة الزيدية لا يرون أن هناك مهدية منتظرة، أما الروافض فإنهم يرون أن محمد المهدي هو المهدي، حجة القائم المنتظر الغائب.